السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا سيدي محمد. السلام عليكم سي الحاج. حياك الله مولاي. بارك الله فيك، الله يجزيك سي الحاج، الله يحفظك، الله يرحم والديك. يا مرحبا خويا. الله يرحم والديك، أنا عيان شوية مريض، الله يرحم والديك، بغيت شي دعوة ديال الخير، الله يجزيك بخير. عندي جوج ديال العمليات اللي تابعيني دابا، الله يرحم والديك. بغيت شي دعوة ديال الخير ولا شي واحد دابا يتعاون معايا في هذيك العملية. عندي وحدة ديال العين، درت وحدة، عندي ثلاثة، وحدة درتها حيدات وباقا دابا وحدة أخرى، وعاد جوج اللي باقيين دابا وحدة حيدات، كانوا ثلاثة الله يرحم والديك. الله يجزيك بخير. الله خويا الله. إلا كاين شي واحد اللي يتعاون معنا فيها، كان هذه العملية الأولى دار لي واحد المحسن تما في الدار البيضاء، ودابا باقيين عندي جوج الله يرحم والديك. واخا خويا الرقم ديالك هو هذا، أنا نسجلو. أي الله يرحمك. 06 نعم 34 في الاخر في اخويا سيدي محمد ياك؟ اييه 34 الله يرحم والديك، الله يجزيك بخير. يا ربي يا خويا باذن الله الواحد الاحد، الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. بارك الله فيك اخويا محمد، الله يشافيك ويعافيك، الله يشافيك ويعافيك. وهنا واحد الفرصة اخونا سيدي محمد ذكرنا بها، وهي علينا جميعا ان نكثر من الحمد والشكر على صحة، على نعمة الصحة والعافية. راه اخوانا لنا كاين اللي عنده عمليات جراحيه خطيره جدا، هو سيدي محمد على العين ديالو، وكاين واحد الطفله يلاه اتصل بيا، الام ديالها اتصلت بيا البارح، معروفه راه كانت دازت في بعض المحطات التلفزيه الخاصه اللي كتدوز، ان في المدرسه في الاعدادي ضربوها بقنبوله وتفرقت لها عينها، وكرطوا لها عينها، كرطوا لها العين كلها. دابا الان هي واقفه بغات تصوب العين ديالها، وان شاء الله تعالى وعدت امها الى فتح الله شي باب من الابواب نتواصل معها بإذن الله. وما أكثر هؤلاء، وهذه فرصتنا جميعا أيها الأحباب الكرام لكي نتضامن، نتضامن. كي الكثير منا يحب المال حبا جما، يجمعه ويراكمه، ولكن إلى قدر الله تعالى الإنسان انتقل إلى دار الفناء، ما ينفعنا هذا المال؟ ما قيمته إذا لم نكن قد تصدقنا به ووسعنا به على الفقراء والمساكين، وخصوصا المرضى، المرضى والمحتاجين، نساعدهم على العلاج. فنحمد الله تعالى على نعمة الصحة وعلى نعمة العافية، وأسأل الله الكريم يا أخي محمد أن يشافيك ويعافيك ويدويك، اللهم أمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.